انا كنقول لكم بغيت نوجه لكم واحد النداء. انا جبت الام ديالي لا كلينيك ديال الامان اللي فيه الدكتور المجاد والدكتور العربي والدكتور اشيبه. جبتها لو 11 صافي دو سيمين وانا كندي الوالده وكنجيبها كنوريهم لي غيم. قال لي بان عندها ايطا غراف ما علينا. قال لي غديري لا بيوبسي ديري لي لي غيم ولي غيم سيري ديريهم عند الناس اللي كنعرفها. انا قلت لي لا انا ديري كي في لاكنوبس انا كنتعاملوا حنا معايا مع لي غاديولوجي. ما علينا الاخوان ديالي سمعوني بان هاد الكلينيكات ولاو كيبيعوا يشريوا في عباد الله في الناس اللي مراض الامراض المزمنه ولا جميع الامراض كيبيعوا يشريوا فيهم. الناس كيدوخوا عباد الله. علاش هذا داير كلينيك؟ خدم مع الدوله، خدم مع بلادنا. هالكلينيكات وزير الصحه انا كنادي وكنعاود ناشد وزير الصحه يشوف من حال المواطنين والوطنيين والناس الشرفاء اللي كيحبوا الوطن ديالهم. الام ديالي جبتها وخلصت عليها كل شيء اللي قال لي. والبارح البارح 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 الحد جبتها مع 16:17 مع 16:17 دقيقة. قالوا لي وديت الوالدة ديالي وكاين السيد ديالهم بالكروسة طلعوها الفوق حيت لها الجلابة. قالوا يا سيري جيبي مانطا. مشيت انا باش نرجع مانطار من هنايا من فرانس فيل حتى الكلينيك ديال الامان اللي جاي فرانس فيل حتى العين شحي مولاي عبد الله. راه كاين واحد التراجي ولامبوتياج راه بزاف. رجعت عيطوا هما من الكلينيك قال لي اجي حق امك راه ما كايناش. جيت انا وراجلي كيف مشات هاد الام ديالي. عيط لي على المدير السبيطار. الام ديالي بعد قلتي لي الدكتور امو الكلينيك المجاد كتقول لي خلصي 1500 درهم عير سيروم عير سيروم باش تكالما الوالده من 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 المرض الخبيث من مرض السرطان. الله يشفي جميع المسلمين ويشفي الام ديالي. حرام المحضر انا ما مستعدين. قال لك ما كاين حتى مشكل وشافوا الوراق وشافوا كل شيء شافوا الوراق والوثائق باني انا اللي عطي لا كارت. انا اللي مكلفه انا دايره التزام. كنقول لي جيب لي الام ديالي ها الورقه. فاش كيفسروا لك غياب الام ديالك؟ غياب الام تيقول لك ما عرفناش حقا جاو شي ناس. شكون هاد الناس؟ حقا شي وحدين من فرنسا. وعيط عليهم اخويا من فرنسا اللي عندهم مشاكل ديال فرنسا فينا هما؟ عيطوا على الناس ديال فرنسا. انا اللي عايشه في المغرب انا مقابله الاب ديالي والام ديالي. خويا كان من فرنسا عيط عليا قال لي اختي قومي بالام ديالك. انا اللي دخلت المصحه انا اللي ديتها دارت لي غيم انا اللي درتها سكاني هنايا في ابو ماضي في ابراهيم الروداني وبقى واحد لابيوبسي هي درتها وتحليله اخرى. راه جيت ديك لا راديولوجي ديال التحاليل ديال البلاطه راه جيت المستشفى ديال ابن رشد. وهادشي راه بزاف. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر. اتقوا الله يا اصحاب المصحات وراه عيقتوا وعيقتوا اصحاب المصحات واتقوا الله وليتوا بيا عين شريين. اللهم هذا منكر. وهذه بلادنا عندي لي فاكتور عندي كل شيء اللي مخلصه عندي كل شيء 2500 درهم وعاود 1500 درهم وعاود ثاني عندي لي فاكتور كلهم اللي باش مخلصه فيهم كاع الدوتوريه الابنه ديالها بلا كارت ديالي. ها هي ها هي توريا كادو الإقرار وموافقة بشأن عملية جراحية أو علاج بإجراء جراح محلي. المنظار درتو لي المنظار دخلناها قال لي حطي الفلوس البارح الدكتور المجاد خلصي دابا حيت 500 درهم. لا سيدي راه خصك باغيم راه الجائحة هذه الناس ما عندهاش فلوس راه حرام وعيب. الاختفاء ديال الأم راه كاينين الناس تما كيغوتوا. قال لك ولا منكر تما الناس اللي كانوا واقفين حدا الكلينيك. قال لك راه بزاف العائله. قال لك ما كايناش. انا كنت البارح عند الاب ديالي قال لي ما كايناش. انا كنت اللي جبتها من دارنا. انا اللي جبتها انا بطونوبيلتي جبتها انا وواحد ولد خويا سميتو عصام جبنا انا وعصام قادو. انا جبت انا ولد خويا وكتقول لي فيا الحريق بزاف ما كتنعش. كنعس حداها في الارض كنعس حدا الوالده في الارض. Oui, concernant had
الحادثه نقدروا نسميوها حادثه اللي وقعت اليوم ديال هاد السيده اللي جات كتقلب على الام ديالها وكتغوت بانه اختطفت، هي في حقيقه ماشي اختطاف، لانه السيده فايته 18 سنه دونك عارفه راسها اش كدير، عندها السن القانوني باش تكلف براسها براسها. واللي كان هو انه الابناء ديالها البنات ديالها الاطفال ديالها الاخرين اللي خوت هذيك السيده اللي جات دارت زعما كتقلب عليها هما اللي جاوا داوها في الليل. ما عرفتش واش كان سوء تفاهم وبالتالي هي ما كانتش سايقه الخبر بانه داوها هما، ولا عندهم مشاكل بعضياتهم. هادشي ما نقدروش ندخلوا فيه، على اي سيده جابها واحد من الابناء للعلاج وفي الليل الاخوه خوتو خواتاتها جاو خرجوها. اذا اي واحد عنده الحق يدخل المصحه كيف عنده الحق يخرج. اذا ما كاينش هنا احتجاز ديال 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 المريض، واي واحد يمكن ليه يدخل في اي وقت المصحه ويخرج في اي وقت 24 ساعه على 24. اذا ما كاينش مشكلة ديال تاديه واجب، هذا سوء تفاهم عائلي ديال الاطفال. تقسموا لجوج، النص بغى يخلي مو الدواء والنص الاخر بغى يخرجها. اذا احنا ما نقدروش نديروا الا ما اتفقوش الابناء كاملين باش نتكلفوا بالام ديالهم، ما عندناش الحق نقربوا لها وخرجوها في الليل. معلوم جابوا لي كارت ناسيونال ديالهم وداكشي باش يخرجوا، ما يمكنش تخرج اي واحد مع 9 الليل هكا كيخرج، خص ولا بدا على الاقل حجه، على الاقل وثيقه كتثبت بانه هذوك اقارب. ولكن واخا كاع لو انه ما جاوش، الا كان المريض بغى يخرج ما عندناش الحق نحتاجوه، كان حي ولا ميت، خلص ولا ما خلصش، كتخرج السيد وكدير لي بروسيدور ديالك جوديسيير، ولكن ما عندكش الحق تعتقل ولا تحتاج شي حد. احنا ماشي ما عندناش السلطه باش نعتقلوا اي واحد ولا باش نقبطوا اي واحد، لانه هذه يقول لك القاضي كيسمع من جوج. عرفتي شنا هي الاختفاء؟ كما قلت للاخوان ديالكم الا كان رضيع نقدروا نقولوا راه يمكن كان اختفاء ولا سرقه ولا شي حاجه، لانه الطفل رضيع كاين الناس اللي ما كتولدش دونك عندهم وسائل اخرى. هادشي وقع لا في المغرب لا في دول اخرى، في العالم كامل كيوقع رضع كيختفى ولا اطفال صغار كيختفيوا. دونك هادشي. ولكن السيده فايته 60 سنه بكامل قواها العقليه وعارفه راسها اش كدير، وجاو اولادها اخرين خرجوها، اذا خرجت عن طيب خاطير ومسينيا لا كونترا في ميديكال بانه بدي انا بغيت نخرج مع اولادي وصافي. نعطيك انا مثال اكثر من هذا، الا مشى حتى شي حد وقف لينا في الباب وبغى يخرج هو وقال لنا عيطوا لنا على طاكسي، خصنا نعيطوا على الطاكسي ونخلصوا حنا حتى يوصل لمحله في اطار المساعده. ما عندناش الحق نقبطوه، واخا نفرضوا انه بغات بوحدها تخرج، ما عندناش الحق ما نطلقوهاش.